السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يكرمك. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك. انا بفضل الله طالب علم شرعي، تمام؟ اجد صعوبه في التوفيق ما بين طلب العلم وما بين سد حاجتي. انا متزوج واعول 4 اطفال، فهل اقسم ان تركت طلب العلم او اقسم ان قصرت في حق من اعول؟ لا، تقسم إن قصرت في حق من تعول، لأن طلب العلم على الكفاية. ما دمت تعلمت من العلم ما يقوم به أمر دينك من توحيد وصلاة وصيام وما تحتاج إليه، فزوائد العلم لك هذه نافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، أن يحبس عن من يملك قوته. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، متيسر.